الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين وهضب. بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 19، وقد قطعنا شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز مناعتها. هذا الوطن لم يبنى بجهود المتشائمين ولا المشككين، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته. على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها، وأقول لهم هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا. رؤية واضحة، ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد.